نتابع مشاهدينا هذا اللقاء مع ضيفي دكتور محمد عبد الحميد بيضون واستاذ جوني منير. لازم خبر الناس اللي عم بتحكي مرته لجوني بعثت له بخيل على قصة الجزدين، بدي اقدم له هيدا الجزدين اذا بتسمح لي. بما انه سوري يمكن ما كنت لازم اقولها على الهواء بس ما قدرت، ما حملت حالي. وتحياتنا لنا للمهضومة كثير. شكرا دكتور بيضون. نرجع بجدية، بدنا جزدين تاني للمدام كمان. بنقول لهم نبيع براند، بنصنعه دغري، بنصنعه بالبيت. بالدولاب عندكم دولاب منيح. التقارب السعودي الايراني في كثير بيعتبروا انه هذا ممكن يكون مزيد من فتره هذا السماح اللي عم نعيشه بلبنان، فتره التقارب الانتاج. عم نشوف تعيينات، عم نشوف انه عم تنخلط وراء اليوم حتى على صعيد التحالفات ربما. هل تعول عليه؟ هل تعتبر انه هو مرحله ام هذه المره ممكن يكون في تقارب جدي؟ بس بدنا نرجع لحديث الرئاسي ولا لا؟ اكيد رجع لحديث الرئاسي. انا ما بظن في تقارب. المدخل الصحيح للرئاسه بدك تروح من برا. لا، لانه البدايه كانت انه في بعض المتبجحين هون بمواقع المسؤوليه انه نحن بدنا لبنان الاستحقاق وفي فرصه للبنان الاستحقاق، وهن ذاتهم انه اذا ما صار اتفاق سعودي ايراني ما في رئاسه. سين ألف. يعني هاي مصيبتنا عم تتكرر، انه في ناس شاغلين مواقع المسؤوليه وهن ما هم مسؤولين. هلا بالنسبه للعلاقات السعوديه الايرانيه، اللي دق الباب هو روحاني بده يحكي مع السعودية وبده يحكي لغة جديدة مع السعودية، بس السعوديين بيعتبروا انه منه قادر على الـ 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 ما يريده المرشد. ايه يعني ما في، يعني اذا بتتفق معه اتفاق معين ما في ينفذ الاتفاق، لانه المرشد هو كامش كل شيء، هو اقوى منه جزئيا. انا بتطلع مثلا صارت معنا تجربة كلبنانيين، الروحاني جاي عم بيقول في ايران جديده، في وجه جديد لايران، وقديش بديفوس عمل قصه انه ايران جديده ولدت وانه هذا القديم خلصنا منه كذا. طيب اجى وزير الخارجيه ظريف ليروج لهالشيء بلبنان، ما حدا انشعر، ما استرجى، ما تجرأ، لانه لبنان كان مش الحرس الثوري. اجت زياره ظريف للبنان، زياره فاشله تماما، ما حكي ولا مع اي مسؤول، قعد مع ذات لها وطاوله الاحزاب الممانعجيه وكذا، ما شاف حدا من الاطراف الثانيه. قعدتوا مع رئيس الجمهوريه كانت فاشله. هي بيقول لك انه هودي بعد ما عندهم قدره انه يعطوا، انه ينفذوا. الحوار الحقيقي اذا بدك ما ببلش الا بعد الاتفاق الايراني الامريكي، اللي هو اتفاق بده يصير باواخر تموز، هذا اذا صار باواخر تموز، وبده وقت للتنفيذ، يعني مش رح يتنفذ بشهر. عم تحكي الاتفاق النهائي. اي الاتفاق النهائي اللي بدهم، اللي هلا عم يدرسوا المسوده اللي وقعوه. هلا الاجتماعات يعني قائمه. شو عم بيصير بين السعوديه وايران؟ في مواجهه، والمواجهه مسرحها سوريا، مسرحها البحرين، مسرحها لبنان. وفي موقف سعودي هالمره، انه نحن موقف سعودي واضح، انه نحن سعوديين تركنا القضايا الاقليميه لمده 10 سنوات. اجوا الامريكان على العراق وعلى اساس انه الامريكان ما راح يفرطوا بحدود الدول، ولا راح يفرطوا لانه الامريكان ما فرطوا بوحده العراق حتى. انه كان بالاول في دعوات لتقسيم العراق، الامريكان هن احد العناصر الاساسيه بدعم وحده العراق. لكن اللي صار انه السعوديه تخلت عن دورها، ومصر تخلت عن دورها، ايران تغلغلت بنسيج هالمنطقه باليمن، بالبحرين، حتى بالسعوديه وبسوريا وبلبنان. وفاتت مستعمل الوتر المذهبي. لشو استعملت الوتر المذهبي؟ لتخلق سياسات نفوذ. مولت ميليشيات عراقيه، مولت ميليشيات بحرينيه، مولت ميليشيات يمنيه، مولت ميليشيات لبنانيه، وحولت الجيش السوري لميليشيا علويه. اليوم عم تقتل اي مواطن سوري لمجرد انتمائه لمذهب اخر. فايران صدعت الوحده الوطنيه بكل هالدول، وايران خلت بين هالليلين بعض الشيعه المضللين، خلتهم بالتمويل والاغداق العطايا، خلتهم يقوموا ضد دولهم ويقودوا دولهم. فهذا موضوع السعوديه عم تفقله، ومصر ايضا عم تفقله. خلينا ننبه العالم، مش عن عبس السيسي بحط العنوان تبعه اليوم وهو عم يحكي عن حملته الانتخابيه، انه انا
فيكم تعتمدوا علي بأمن الخليج، وأنه أنا ما بقبل بتقسيم سوريا. حاسس السيسي أنه إيران عم تفوت بلعبة تقسيم سوريا، بدها تخلق دولة علوية شيعية، وتقسيم سوريا رح يجيب تقسيم لبنان. في استفاقة سعودية، هل استفاقة ستمنع أي تقارب؟ ممكن يصير كلام، ممكن يصير مفاوضات، بس لن يكون تقارب سعودي إيراني ما لم يكون هناك إعلان جدي من إيران بتغيير سياسة تمويل الميليشيات وسياسة النفوذ وسياسة تصديع الدول. إذا رجعت إيران لدولة بتحترم استقرار المنطقة واستقرار دول المنطقة، ساعتها العلاقات السعودية الإيرانية والعربية الإيرانية عامة بتاخد طريقة الطبيعي. إذا إيران استمرت بسياسات النفوذ، ويبدو أن الحرس الثوري والمرشد بدهم يستمروا بسياسات النفوذ، نحن رايحين لحرب سنية شيعية طويلة الأمد. يعني بتعرفي هاي الحروب الدينية بتضلها بعشرات السنين، ما بتخلص بأشهر مع الأسف يعني. طيب أستاذ جوني، هل فعلا تعتبر أنه السعودية يعني إذا ما كان في تغيير ما بالسلوك الإيراني بالمنطقة لن يكون هنالك استكمال لهذا الحوار؟ لأنه قبل كان في دعوات من وقت انتخاب الرئيس الإيراني روحاني يريد أن يزور السعودية، وقبل يعني كذا مرة نحكى فيها لم تتم الزيارة، واضح أنه كان في جفاء كبير ما بين اللاعبين الإقليميين الكبار في المنطقة. فهلأ الآن في تغيير ما؟ أنا بعتقد بترحيب بزيارة وزارة وزير الخارجية تغير شيء كتير بالمنطقة، شيء كتير كبير بالمنطقة من خلال محطتين. أول محطة من بعد نيويورك والتليق الأمريكي الإيراني، واللي رايحين بيسموه الأمريكيين هن على البيك ديل، التسوية الكبرى مع إيران يلي إجباري بدها تصير، يلي رح بتصير، لأنه الحزبين بأمريكا اتنيناتهم، يعني الحزب الديمقراطي الحاكم هو عم يعطي الحزب الجمهوري، بيحطوا بيزودوا دايما بكل تفاصيل المفاوضات يلي عم تصير، وبالتالي لحتى يلتزم فيها لقدام، واثنين موافقين عليها. والعامل الثاني هو وصول روحاني على السلطة، ويلي برأيي على عكس كتار يعني مزبوط في خطين جوات أو في رأيين جوات إيران، لكن هذين الخطين أو الرأيين أو الجناحين بيعملوا لمصلحة الدولة الإيرانية، المصالح الإيرانية، بدليل لما نوصل الصراع بشكل قوي بين السعوديين وإيران ونلغت زيارة الرئيس روحاني لهنيك، يلي أكثر واحد طلع إنذار ما يشبه الإنذار بكلامه كان رفسنجاني الذي يعتبر هو الأقرب إلى السعوديين، وبالتالي أظهر أنه أقلق كان يومتها كلامه. المهم أنا بعتقد أنه غير مسموح العودة لورا، غير مسموح، كل شيء وارد، نحن بالشرق الأوسط، لكن مرسوم الخط لأنه نروح على تسوية أمريكية إيرانية أكبر من كل الفرقاء هون، وبالتالي كمان أيضا الدخول في مفاوضات تحت هذا السقف سعودية إيرانية من علن عنا اليوم لحتى أنه توقف لقدام، لأنه المناخ رايح بهذا الاتجاه. نعم صار في لقاءات سابقة توليتها بأرض بمسقط، صارت توليها وزير الخارجية عبر وساطة السلطان، وزير الخارجية الإيراني سلطنة عمان بشكل مباشر يوسف بن علوي يلي هو تولى هذا الموضوع. صار في لقاء بأواخر شهر نيسان هناك لمسؤولين أمنيين من البلدين، ويقال أنه فشلت، حكيوا لا لو فشلت ما راحت. هلأ الإعلان وزير الخارجية سعود الفيصل هو أحد الرموز، يعني الصقور في المملكة العربية السعودية، معروف عنه، وبالتالي إعلان هذا الموضوع أصلا كان معروف، وأنا قلت هذا الكلام، كان معروف من الشهر الماضي أنه في لقاء مباشر رح يصير سعودي إيراني تتمي لهذا الموضوع، مش يعني بكرة انحلت لا، بس لكن الإعلان على لقاء مباشر بيناتهم هو بمثابة الإعلان أيضا عن انتهاء المرحلة التي كانت تحت الأضواء أو في الكواليس، والبدء بمرحلة المفاوضات المباشرة. قال الوزير السعودي، وزير الخارجية السعودي، قال هذه للتفاوض على المشاكل في المنطقة ومن أجل مصالح الجميع، وقال أكثر كمان، قال نتمنى أن تكون إيران، عم نشتغل لتكون إيران ما تكون جزء من المشكلة، يعني تكون جزء من الحل. بس هذا ما بيعني أنه بكرة يعني انحلت ومش الحال مثلنا على اللبناني شوي، يا منفوش يا منغرق كتير. نعم هنالك ملفات كبرى أبرزها مش سوريا ولبنان والعراق، أبرزها موضوع الحوثيين والقلق السعودي أمن المملكة المباشر اللي هو جيران، من موضوع التشيع يلي عم يحكي عنه والمشاكل الكبيرة يلي هناك، إضافة إلى أيضا كمان ما حصل في العراق، وتعتبر المملكة خسارة لمصالحها في العراق، ما حصل في سوريا وتعتقد أنه خسارة لمصالحها في سوريا، وما تخشاه أن ينطبق ذلك على لبنان، تريد أن تعوض ذلك في لبنان. بعد بس بهذا الإطار
هذا بيعني انه هذه المفاوضات رح تاخذ وقتها، وبالتالي ستكون المواضيع مفتوحه وكبيره. يعول بعض اللبنانيين انه نحن نتامل انه بركي بنظبط قبل ما تروح، لكن انا بقول لك بالمقابل، مش يعني هذا بالمقابل كمان الايرانيين يلي هن بحاجه للدوره الاقتصاديه، بس بين هلالين حكى من شوي عن، وهذا صحيح، عن تصريح يلي قاله المسؤول الايراني مساعد، هو مستشاره لمرشد الثوره خامنئي. طيب ليش حتى قال التصريح؟ مش قالوا هيك، كان مقصود لما عم بيقولوا تزامنا مع تامين منطقه حمص بالكامل في سوريا، اذا بتلاحظي يعني اللي بيعرفوا بهذا الموضوع، تامين الممر البري من طهران وصولا الى جنوب لبنان، وهذا يعني الكثير، وربما تقسيم ضمني او تقسيم واقعي على الارض، لانك انت لانه هو مسكها. اثنين، هو صوت عم بيوصله للمفاوض الايراني روحاني مع الامريكيين، وايضا للسعودي اللي فاتح الباب مشان تفاوض على الامور الاخرى. عم يجرب يقول دائما ايران تحب التذكير انها على حدود اسرائيل الان، إيه يعني، بس هو ذاته رحيم مفتوحة، هو ذاته رحيم صفوي اجى على لبنان بزيارة رسمية، حمل حاله لوحده طبعا برافقينه من حزب الله بدون اي مسؤول لبناني، راح على مارون الراس في هونيك جنينة عاملينها مسمينها حديقة ايران كمان، وهذا يمكن قصده هاي جنينة لايران ملكه يعني، راح لهونيك بدون اي مسؤول لبناني، يعني ما فرقاني معهم، في احترام سلطات لبنانية ما فرقاني معهم يعني. المسؤول المقصود انا اللي عم جرب اقوله انه اراد ان يقول بهذا الموضوع انه ايه، دائما بيقول طبعا هن انه واصلين ما بحياتهم قالوا طبعا، وهذه اهميه حزب الله بالنسبه لهم، لكن الاساس يلي عم بيقولوا انه اصبحت الطريق البريه مقطوعه، احد اهم اسباب ضربه لبشار الاسد لانه كان يشكل صله الظهر المفتوح، يعني فاتح الطريق او هو مامن الطريق الخلفيه ما بين حزب الله والتواصل مع ايران. اليوم عم بيقولوا انه هذه الطريق مؤمنه، اصبحت مهما حصل اصبحت هذه الطريق مؤمنه، وهيدي الاهميه تبعها. المهم بس بدي ارجع الى الكلام اللي كان عم تحكيه حضرتك دكتور عن يعني انا بدي بس تلاقي السعودي الايراني، تفضل. بدي شدد هون، ما حدا يستهين بقرار المواجهه السعودي، السعوديه اخذت قرار مواجهه، قلت لك تركت 10 سنين، تركت لبنان حتى 10 سنين. انا بتذكر بالسبعه ايار لما حزب الله هجم على مين؟ هجم على لبنان كله يعني. سفير سعودي، وهي ظاهرة غريبة، سفير سعودي فل بالبحر، ترك لبنان. ما لازم يترك لبنان، أنا وغيري كنا مستائين أنه أنت كيف تترك لبنان، فل ترك لبنان، تركوا المنطقة. اليوم استفاقوا أنه لا، تركنا المنطقة، تركنا مسؤولياتنا. هني عم بلوموا أوباما أنه ترك مسؤولياته، كيف بدهم يتركوا مسؤولياتهم؟ هني فاقوا أنه تركنا مسؤولياتنا، شوفوا إيران شو خربت بالمنطقة، هلأ بدهم يصححوا كل هالتخريب هذا. بس دكتور، هل هي استفاقة وقت اللي نحن شفنا انه كان في عثرات كبيرة امام تشكيل حكومة كانت شايفينها من المستحيلات؟ شفنا انه شوية تقارب مع مظلة دولية تريد الاستقرار في لبنان، قعدوا الأضداد مع بعض والكل تنازل يعني من سقوفه العالية، اللي شكل هالحكومة هي يعني نوع من كومبرومي عم ينعمل، تسوية عم ينعمل. هاي من النقاط يلي قلتي نقطة كتير حساسة، هاي تأكيد بالمواجهة، بس هاي دي تصحيح للي كنت عم تقوله معاليك. بس لو قطعتك، انت كنت خايف تقول انه ما بعرف اذا بتكفي بتوصل لمحل. من النقاط يلي اظهرت اذا بدك كان حس النوايا بين بعض اذا بدنا نسميها، او انه النية لنتقرب اكتر مع بعض، كانت موضوع الحكومة في لبنان يلي اعتبرت انه حس النوايا من الطرفين، اضافة للسعوديين رفعوا المستوى ال شو اسمه الحجاج، نسبة الحجاج الإيرانيين لأول مرة من 10 سنين يلي بيروحوا على السعودية. بالمقابل أيضا إيران يقال حتى التغييرات الموجودة داخل القيادة في المملكة العربية السعودية، طبعا عندهم سياستهم الداخلية، لكن لمواكبة المرحلة المقبلة. بالتأكيد هذا لا يعني أنه ولا أي فريق استسلم أو رجع لورا، وبالتأكيد أكثر برجع بقول لك المصالح الغربية تريد أن يكون هنالك نوعا من التوازن في هذه المنطقة، هذا بيأمن مصالحها، وهذه منا جديدة بالتأكيد. لكن أيضا يجب أن نعترف أنه المفاوضات يلي عم تصير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران طبيعة الحال عم يبحثوا بموضوع حدود المصالح لكل الدول هون، وبتسمع بلشت تسمع كلام جديد عن الامريكيين، طيب حققوا انتصارات على الارض الايرانيين، شوفوا شو بتريد نحن نعمل. انتصارات شو؟ طيب لا، هيدي الموضوع العراقي والموضوع السوري، الموضوع السوري، موضوع العراق اليوم حتى شيعة العراق تفتتوا،
اليوم عند الشيعة اللي كانوا محكي ميدانيا بالمعارك ميدانيا بالمعارك شيعة العراق عم بيموت منهم بالمئات كل يوم 12 سيارة مفخخة بالنار عم بيموتوا ما حدا عم بيقدر يحميهم. بس رغم ذلك دكتور هنالك من يذهب أبو فضل العباس وغيره ويقاتل في سوريا من إيه بس من صعيد كمان يعني عقائدي في كأن حرب دينية عقائدية في المنطقة. سؤال بولا سؤال موجه لإيران. أنت فوتت المنطقة بحرب مذهبية سنة شيعي فيك تكفى؟ الاتحاد السوفيتي ما فيك كفى. أنت إيران ما عندك إمكانية. إيران منهارة اقتصاديا دكتور إيران حتى أسجاني عم بيحكي عم بيقول لك اليوم في انتصار إيراني بسوريا. ما حدا عم بيحكي عن انتصار سوري لبشار الأسد، عم بيحكوا عن انتصار إيراني بسوريا. يعني بطبيعة الحال مثل ما عم بقول لك هذا هو واقع الحال. لما تكون عم تكسب إيران ما بتصرف هذا المكسب شو محل؟ دائما نصور انتصارات وهمية. شو انتصار مثلا حمص؟ انتصار دمرنا المدينه عاصمة السنة. انتصار ايه انتصار بالبراميل، انتصار بيديران حسب بس مشان نوضح. انتصار على ميليشيا من 1200 شخص. هاي مسحه. اليوم نظام بشار الاسد انهار. بشار الاسد ما عاد يقدر يمثل حتى هاي الوسط السوري، لانه سوريا اليوم مقسومه ثلاث شقفات. بس الحرس الثوري عم بدير الامور بعد في واجهه بس قديش في كفه؟ سؤال قديش في كفه؟ هلا لو المعارضه السوريه منا مشرزمه ما بيقدر اذا ما في كفه يعني اليوم بده ياخذ الثمن، يعني اليوم بده يكون في ديل ما مثل ما كان عم يقول. ما في يعني اجى وقت التسويه. انا عم بقول لك السعوديه مسلحه بموقف عربي وبموقف دولي انه نحن ما بنحكي مع بنواجه ايران، واذا ايران بدها تحكي معنا اهلا وسهلا، بس بتحكي معنا انطلاقا من عودتها الى حدودها. طيب. مش انطلاقا من تمويل الميليشيات بالعراق ولبنان واليمن وسوريا وغيره. كثير حلو هالحوار بدي استمر فيه، بس هل بيعني كلامك انه ما في رئيس جمهوريه بلبنان؟ حزب الله كان واضح. حزب الله بتعرفي لهم طريقتهم بتمرير الامور. احد نوابهم الجمعه الماضيه مرتين نزل كلامه بالجرايد، قال انه نحن جاهزين يا جان قهوجي يا رياض سلامه يا جان عبيد، غير هيك ما في رئيس جمهوريه. بيقبلوا ما بيقبلوا حزب الله؟ ما بيقبلوا ميشيل عون؟ حزب الله ميشيل عون مش مرشح عنه. حزب الله عم تحكي عن نائب كامل الرفاعي؟ ايه عم بيقولوا يا نائب كامل الرفاعي. بس ما بفتكر موقف الحزب الرسمي، لانه برجع بقول هو موقف الحزب الرسمي اللي طيب بغض النظر ربما يكون عم بيناقش، وانا بوافقه على هذا الموضوع انه هذه ثلاث اسامي هن الاسامي اللي هن ممكن يشكلوا يعني صله وصل بين الجميع. لكن بعتقد موقفه الرسمي هو انه لدينا مرشح واحد، وهلا المأخذ عليه انه ما سموه بس هو حقيقه مسمينه هو. بس استاذ جوني البعض بيقول انه المرشح الحقيقي هو سمين فرنجيه مش لا كمان العماد ميشيل عون. صحيح منه مرشح حتى ضمنا. رح اقول لك وانا رح اقول لك ليش السبب. لا عون فرنجيه منه حدا مرشح. ما بعرف وين متوصل اذا بدك نحكي فيها بعد شوي، لكن ما في شك هلا على الاقل عم نحكي بشكل موضوعي بالمعلومات يلي عندهم يلي بتنقلينا. هلا ربما هلا بدك تقولي لي مش من قلبهم، بقول لك ما بعرف شوفي بالنوايا، بس لكن حقيقه هن مسميين العماد عون. العماد عون ليش ما حطوا اسمه لكرمال؟ سبب كثير بسيط. ما بده ميشيل عون ينطرح اسمه اول شيء كطرف، لانه هي تحصيل حاصل اعلاميا عم بحكي. اثنين ما بده يكون بمواجهه انه لانه سمير جعجع ميشيل عون طلعوا اثنيناتكم لبرا، وهذا احد الاسباب يلي ما نزل او قال انه انا ماني مرشح وماني مرشح بوجهه بهذا الموضوع. هلا هذا التكتيكي بينجح ما بينجح مساله ثانيه، بس من اجل هذا السبب. بس انا باكد لك انه في حال نجح، وهلا بنحكيه بعد شوي، المسعى او المفهوم انه يكون ميشيل عون مرشح او مقبول من تيار المستقوى ومن السعوديين، يكون اكيد انه بيكون ايد حزب الله اول واحد بهذا الموضوع. بس بغض النظر برجع بقول لك بغض النظر هيدي قبل النقاش، اذا بعدين بتروح هيك بيقبل السعودي او ما بيقبل، واكيد بيكون في عندنا وجهه نظر ثانيه. بس لكن برجع بقول في الموقف نعم حزب الله هو مرشح. هو دكتور بيضون هذا في الموقف يعني هو بيتهيأ له انه حزب الله مرشح. لو مرشح كان بيطلع في مذكره التفاهم. امين عام حزب الله طلع وقال نحن سيكون لنا مرشح واحد بتسمي أزهر مشاي. طيب محلك تعلنوا خلصت المهلة. هو بس عم يقول لك عماد ميشيل عون ما بده يعلن هو نفسه مرشح. تكتل التغيير والإصلاح ما صوت. طيب أنا رح لك شيء أساسي. اليوم حزب الله عشو معتمد في توازن دقيق بالبلد. كيف ركبت الحكومة؟ التركيبة اللي صارت على أساس جنبلاط اعتبر حاله بيضة الأبان. طيب اليوم بدك تعمل رئاسة جنبلاط خارجها،
إذا حزب الله بده يضغط على جنبلاط لدرجة بخاف إنه يرجع جنبلاط يرد لهونيك بيجي جعجع على الجمهورية. لذلك خلينا نخلص من هالحديث هذا، يعني ما بعتقد الخوف كان حزب الله عم بيقول لهم للمسيحيين عموما ولا 14 آذار إنه أعطيتكم ثلاث أسماء إذا بتقبلوا فيهم بكره بنعمل انتخابات، هاو ثلاث أسماء اللي هن جون أهوجي رياض سلامي جون عبيد برأيه إنه لثلاث أسماء برأيه حزب الله ثلاث أسماء بيخدموا له مصالحه ما بيأثروا على وضعه أول مرة ما بعتقد وبيغطوا له وضعه حرام أنت بتحكي عنه هن بيحكوا عن حالهم لا بس مش هودي الأسامي عندك أمين عام بيقول بدنا نرشح حدا نقضت المهلة وما رشح حدا عندك ولي جملات طلع فيه شو عم بيعمل ما ولي جملات بيعرف جوهم بيعطس جوهم رشح واحد من عنده مش 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 بهالبساطه بس الكل عم بيناور هلا دكتور يعني ما حدا فات بالجد انا ما بوافقك ما حدا فات بالجد انا اسمح لي يعني بوافقك وين الجد وصيف. هل بيقدر حزب الله يرشح ميشيل عون بس يرشح ميشيل عون شو رح يصير بولي جوبلات ما نضحك على بعضنا اضافه ميشيل عون ما يترشح فاذا مرشحوا لحزب الله مين بس يطلع نائب واحد بحزب الله مرشح مش نائب غالب ابو زينب اللي بكلف بملف ميشيل عون يطلع يقول مرشحنا ميشيل عون ما طلعوا بس ليه دكتور بيضون ليه ممكن بالمنطق الامور اليوم بالسياسه يكون ما بدهم العماد ميشيل عون اللي قالوا انه في دين برقبتنا له ليوم الدين واللي في مذكره تفاهم واللي بعز الحرب كانت يعني الطيران الاسرائيلي عم بيهدم مواقع حزب الله ولا هيدا كانوا عم كان داعم على الاخر ليه معقول يكون ما بدهم في انه هالقد بس خليه انه هالقد انه هالقد بسيط ميشيل عون حزب الله مش ماشي فيه ومكفى مثل ما هو وبعد رئيس معه ما هو اصعب الناس بهذا الموضوع يعني انا عم بعطيك السبب الحقيقي اللي له علاقه بدور وليد جنبلاط ما تنسي اليوم وليد جنبلاط كبر دوره صار دوره 17 نائب 16 في النائب إلي عون صحيح الله يشفيه الله يشفيه بقى اليوم وليد جملات ما فيك تفوتي معه مدافشة يعني فيك تضغط عليه لحدود فيك ترهبيه لحدود بس ما فيك تلغيه إذا قلت له بدي ألغيك ما بيمشي في لعبة دقيقة بس عم بيلعب لعبة الملك يعني حدا بيكون بدت القبان بيرجع بيروح بيوقف مع طرف وقتها بيكون الطرفين بدهم رضا يعني لما بدهم يوصلوه يبتز الطرفين بدك تعالج هذا اللي خليه يقلق مش هيك بعت وائل ابو فعور لما نحس انه في شيء جدي عم بيصير بين السعوديين وميشيل عون خليه هذا الموضوع يقلق واذا تتذكري السجال البسيط يلي صار بينه بين وائل ابو فعور مع حفظ الالقاب وفريد مكاري صحيح بهذا الموضوع لانه كان الان بهذا قديش مدى الروحه وراح يومين ورا بعض وبعتقد رجع شبه مطمئن لكن بعده انه وين ممكن يوصل هذا الموضوع بين السعوديين وميشيل عون بغض النظر شيء بنحبه ما بنحبه لكن عم نوصف الواقع كما هو انا برجع بقول شغلي انا واثق بيني وبين نفسي واثق بالمعلومات طبعا انه حزب الله يتبنى ترشيح العماد ميشيل عون لحد هلا ليش ما اعلن قلت ليش ما اعلن وعدم بموضوع الجلسه عدم النزول ليس مشان موضوع سمير جعجع اكيد معظم الذين يعني بيدركوا جيدا انه وليد جنبلاط لن يخترع لسمير جعجع هيدا اذا افترضنا انه الاصوات يلي 48 مرشحة بضلهم موجودين اذا افترضنا هذا الموضوع بعتقد القلق الاساسي اللي كان عندهم كان العكس انه ممكن يصير بالجلسات الثانيه توافق ما ضمن تحت الطاوله ويؤدي ربما لوصول نهار يحلو وهذا كلام انه بتعمل لي انا بتوصل ممكن بانتخاب بسيط وتصير التسويه هناك وبصير عندك رئيس من 14 اذار وبصير ايه وبصير هذا خارج وبعتقد هيدي هي النقطه الاساس بس بغض النظر انا بوافقك على الراي انه هيدي موضوع اللبناني اللي حكيونا عنه كل اللي حكيونا عنه اللبناني هن عم بيطلعوا برا وماشي التسويات على اساسها لا بس الرئيس البري اللي حكي عن قصه اللبناني واللي بعتقد كان بيقصده دكتور بيضون قال انه هيدي فرصه للبناني بس هو كان عم يحكي انه سين سين وسين الف وبالحقيقه رجعنا الى هذا الواقع انه اذا برا ما انتهت الامور ما بتخلص ما بدنا نكون كمان نحن يعني نتمنى غير هيك بس هي مش هيك بتمنى يكون معي مليار دولار بس هي مش هيك انه شو بعمل يعني الرئيس بري ربما حكي عن اللبناني وغيره حكوا عن اللبناني ال 14 حكوا عن اللبناني انه هذا وهذا كله سوا كانوا بعتقد عم بكبوا بودره على وبيقولوا انه هيدي انعملت اول جلسه لبناني هي مش صحيح الكل ليش ما كفى ليش ما كفى بري اول جلسه يعمل دوره اقتراع ثانيه وثالثه ورابعه ليش ما استرجع يكفي ما كفى بس لحظه كتله الرئيس بري عم تحضر هو كفى طبعا هو كفى ما هيلعب له عنه هو كفى بس يتاكدوا انه في نصاب هو اول واحد بفهم ربما بالنوايا
ربما انا بقول لك ايه نعم ربما هيك. لكن عم بحكي بالموضوع موضوع الرئاسه بدي اوقف مع فاصل حزب الله حزب الله بعد الفاصل بس لنقول جمله واحده حزب الله بده رئيس قد ايده ما بده ميشيل سليمان تاني بده رئيس قد ايده يعني رئيس تحت ميشيل سليمان شي سنه ضوئيه ما في بده رئاسه فاضيه هاي الوضع الجازم الا ما يحين موعد مثل ما قال احد قاده حزب الله ما بعرف مين هو اللي قال انه الرئاسه بدها تسويه كبرى والان لم يحن موعد التسويات الكبرى يخشى حزب الله ان يكون ميشيل عون هو ميشيل سليمان تاني لا لا يعني ما يقدر يضبط انا برايي ضمن التوازنات كلها مش مطروح ميشيل عون ميشيل عون تجربه فاشله هني دفعوا حقه ورديوه منه انا برايي منه مطروح لا بالجو الداخلي ولا بالجو الاقليمي قلت لك السعودية والجو الدولي شو بدك بالجو الدولي خليني يعني. اسألك عن الجو الدولي وعن الكلام اللي يقال انه اليوم في تسويق امريكي للمرشح ميشيل عون وحتى في البعض عم بيقول انه وصلت الامور الى خواتيمة بعد في بس انضاجة وتظهيرة بعد الفاصل تفضلي فاصل ونعود